من هب ودب يوجه مراسله الى اي جهه في الدوله واليوم يطالبها باش يسائلها به. احنا مع الشفافيه ومع المسائله مع هذا الكل، لكن اليوم انت عندك هيئات دستوريه وضعت للغرض مش نجي انا مثلا اليوم امين مطيراوي راه تخطر لي في راسي نخرج تاو من البلاتو نمشي نكري مقر نحل جمعيه يا خويا نحب نحاسب بها ها عمر البيجي ها يوسف الشاهد ونطلب باش نقابلهم كي ما يقابلونيش ولا كي ما يجاوبونيش نشن عليهم حمله عاونتهمهم بالفساد وكيل لهم تهم كيديه وكا